العربي بتاعنا الى حتى قليلة جدا، حتى اول مره تصير في تونس حتى غيبة على المجتمع التونسي وحتأثر في القطاع العام. اول مره تونسي يفاجئ روحه ويقصد مباشره قطاع هام في اقتصاد تونس، يقصد تونس، يقصد اقتصاد تونس، يقصد قطاع السياحي، هذا القطاع الهام والهام جدا في اقتصادنا. كما تعرفوا حتى كنت في سفركم في اجتماع هام لوزراء السياحه العرب بالمنامه لتدارس الخطه الاستراتيجيه للسياحه العربيه، اضطريت باش نقطع السفر بتاعي ورجعت بالامس. منذ وانا اعرف الامر هذا كلمت وقلنا خليت ازمه في مستوى الوزاره. الازمه بلا تغيير وعليها ثلاثه اهداف. الهدف الاول في برنامجها هو الالحاق بالسكان المزن، السواح المقيم بالمزن، وكل من ممكن يكون التضرر بهذه الحادثه، ويتوجه الطريقه بتاعنا جزء من الخليه وكومه الخليه، خليه ازمه في سوسه داخل المزن للاحاطه بالسكان المزن على عده المستويات النفسيه والماديه، وتسهيل كل ما كانوا يرغبوا فيه. الاهتمام بالمنظومه الامنيه، المنظومه الامنيه داخل المزن. الحقيقه احنا نسجلوا ارتياح نوعا ما، الحمد لله المنظومه الامنيه بتاعنا اشتغلت في الوقت المناسب، ومعتنا من كافه كانت تكون ضخيمه جدا. الحمد لله عوامل الحراسه قاموا بالتفضل للشخص هذا وقاموا بالواجب بتاعه منكم، ما هو باش تصير حاجه. كذلك في المونستير نوه بشجاعه تونسي الجيد التونسي اللي القى نفسه بحياته باش يمنع المصيبه في نهايه التسليم. كان الاكسيون سبونتاني بتاع التونسي الاصيل باش يمنع القطاع بتاعنا. المطلوب منا ان هو تدعيم هذه المنظومه وايجاد السبل للانجع في تدعيمها، وهي النقطه الثانيه التي ندرسها على مستوى الخليج. كذلك في نفس العنصر هذا طلبنا مزيد من تحفيز كل العاملين في القطاع السياحي، كل العاملين في القطاع الامني، وبصفه خاصه لهذه المره لكل التونسيين، كل التونسيين باش نتحمل الظاهره الغريبه هذه ونقوموا بالواجب بدعم كتونسيين لخنق الظاهره وحصرها على المستوى البدائي اللي بدات به هذه الطريقه العمل هذه، وتحفيز كل التوانسه باش تتصدوا للظاهره هذه بتاع الظاهره الارهابيه هذه. وفيها ضيق في هذا المجال عندنا برنامج عمل لتحفيز اكثر التونسيين للوقوف صد منيع ضد مثل هذه الترهات. النقطه الثالثه في عمل اللجنه هي الاتصال بكل شركائها خاصة في الخارج للتوربيراتور، كل متعامل معنا باش نعلمهم شنو صار، يعيشوا على الحدث ونتفاعلوا معاهم باش نتفاعلوا ايجابيا وناخذوا الميزور نيسيسير باش يكون يكون شرح سلبي جدا لهذه الضرر على نشاطنا ونشاط القطاع. ولما نسجل الحقيقه ايضا بكل ارتياح التجاوب التام العاطفي المتين الاعمال عليه تقريبا كل السفرات التي تستضيفهم، كل كذلك المتعاملين معنا للتوربيراتور الخارج وتضامنهم بالكامل ووقوفهم تحقق ايجابيه باش نتجاوز هذه الازمه باقل الاضرار. ناكد لكم بان مجموع السواح كان فيه 800 ساعه، فما 8 سواح رجعوا للقدام وسهلنا في ذلك، وفما 8 سواح غادروا تونس، وفما 12 سائح غيروا النزل، مشاو نزل في نفس المدينه في مشاو نزل اخر. هذا يوحي ان سجلت الحقيقه امس ما قلت لكم التعبير هنا جو شط كنت مفكر في العشيه اول دقيقتين، واتصلوا بي العديد من السواح اللي عبروا على كثير من التضامن. اشتغلت المعديه وين كنت في النص ونزلوا في النص تقريبا 100 ساعه حوالينا جاوا الانبساط مع قدوم السواح وشيء وسط اما الحقيقه ما جاني حتى نبأ على تسكير مجرد ولا اشياء.
Mm-hmm.